مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تونسنا. انطلقت مسيرة حاشدة السبت من ساحة باب سعدون باتجاه ساحة باردو في إطار أسبوع الرحيل للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية، وقد شارك في هذه المظاهرة مئات المواطنين الذين توافدوا من جميع الولايات. وسنوفيكم بأكثر التفاصيل حول هذه المسيرة في روبورتاج سيبث لاحقا على قناة تونسنا. هذا وقد دعا حزب نداء تونس أنصاره ومناضليه إلى الحضور بكثافة للمشاركة في مسيرة أسبوع الرحيل للمطالبة بإسقاط الحكومة. قال المكلف بالشؤون السياسية لحركة النهضة في سيدي بوزيد فوزي عبدولي إن حملة إرحل غير واقعية ولا قانونية ولا معقولة وستؤدي إلى الفراغ حسب وصفه. وأكد عبدولي أن النهضة ستنظم السبت اجتماعا شعبيا بإشراف عضو مجلس الشورى أحمد قعلول للتفاعل مع القواعد وتوضيح برامج وسياسات الحركة في المستقبل. أفاد الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي صباح السبت بقصر قرطاج، أفاد أنه بلغه ما وصلت إليه المشاورات والحوارات التي يقوم بها الاتحاد مع مختلف الأطراف السياسية من تقدم لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وسبل الخروج منه. أوضح رئيس الاتحاد أنه تبادل مع رئيس الجمهورية وجهات النظر والآراء حول السبل الكفيلة بتجاوز هذا الظرف والدفع بمسار الانتقال الديمقراطي للأمام لتحقيق أهداف الثورة. الحوارات والمشاورات قاعدة تتقدم وبدأت توصل إلى مرحلة أيضا متقدمة. نواصل هذا العمل كل من الناحية متاعو عسانا معناها نجد الحل الذي نقولش يرضي كل الأطراف ولكن الحل اللي يرضي بلادنا. وكان الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بيّن مساء الجمعة عقب لقائه مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الاتحاد نقل إلى حركة النهضة رأي المعارضة وأنه سينقل مقترحات جديدة من النهضة إلى المعارضة، مشيرا إلى أنه لم تتخذ بعد قرارات نهائية رغم أن الحوار بلغ أطوارا متقدمة حسب تعبيره. أكد القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي في حديث صحفي لجريدة المغرب السبت أن الحركة تعتبر المطالبة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية جزءا من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وعنصرا من عناصرها. وأشار الوريمي إلى أن مبادرة الاتحاد منطلق للتحاور وليست قرآنا، مطالبا المتحدث باسم الجبهة الشعبية حمى الهمامي بالتحاور بعيدا عن الطرح المتشدد حسب تعبيره. وكانت الجبهة الشعبية قد اعتبرت في بيان لها الجمعة أن حكومة النهضة تدعي للحوار لربح الوقت وتهدد بقمع الاعتصامات السلمية وترفع في أسعار المواد الأساسية وتواصل التعيينات الحزبية رغم تواصل اعتصام الرحيل. وذكر البيان أن حكومة النهضة تغالط المواطنين بادعائها أن الجبهة الشعبية وحلفائها يدعون للفراغ والفوضى وتحاول شيطنتها على حد تعبير البيان. أضاف البيان أن الجبهة تريد حكومة تهتم بمشاغل المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وتقاوم الفساد والإرهاب وتوفير مناخ خال من العنف لتأمين انتخابات نزيهة. طالب الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن شكر بالعيد نزار السنوسي النيابة العمومية بفتح تحقيق لمعرفة مصدر تسريب محاضر المستجوبين للمتهمين في اغتيال بالعيد. وأكد سنوسي في تصريح إذاعي أن عبد الرؤوف الطالبي المتهم في قضايا سلاح والذي تم القبض عليه في الوردية قال في محضر بحث أن المتهم في اغتيال بالعيد لطف الزين زارهم في مدينة رواد بعد القبض على صابر المشرقي ومدهم بقرص مضغوط يحتوي على محضر البحث واستنطاق المشرقي. قرر رئيس الحكومة المؤقت علي العريض السبت إجراء حركة جزئية في سلك الولات تم بمقتضاها نقلة السيد عبد الرزاق بن خليفة بمثل خطته من ولاية بنزرت إلى ولاية تونس خلفا للسيد العادل بن حسن.
نقلت السيد سمير لوريهم بمثل خطته من ولاية جندوبة إلى ولاية صفاقس خلفا للسيد فتح الدربالي. تعيين السيد عبد الناصر اللافي واليا على القيروان خلفا للسيد عبد المجيد الأخوان. تعيين السيد عبد الستار التومي واليا على نابل خلفا للسيد محمود جبلة. وتعيين السيد حمدي الجربي واليا على زغوان خلفا للسيد نبيل الحويجي. تعيين السيد نجيب خبوشي واليا على جندوبة خلفا للسيد سمير لوريهم. تعيين السيد رضا لحول واليا على بنزرت خلفا للسيد عبد الرزاق بن خليفة. وعلى إثر هذا التغيير للولاد، قال رئيس غرفة المخابز ساسي الشامخ في تصريح إذاعي إنه تقرر تأجيل إضراب المخابز في بنزرت الذي كان مقررا السبت. وأرجع الشامخ في هذا التأجيل إلى تعيين واليا جديدا بالجهة قد يتوصل إلى إيجاد حل للمشكل القائم. دائما في بنزرت أين تم تكوين خلية أزمة تتركب من مصالح وزارة الصحة والمندوبية الجهوية للفلاحة والدوائر الأمنية وشؤون البلدية لمقاومة انتشار داء الكلب بالجهة. وجاء هذا القرار بعد وفاة راعي غنم بسجنان مصاب بداء الكلب بعد أن عضته نعجة مصابة بهذا الداء، في حين أفاد الأستاذ بكلية الطب عفيف بن صالح أن حالات الإصابة بهذا الداء محدودة، داعيا البلديات إلى العمل على نظافة المحيط للحد من تكاثر الكلاب السائبة والمتسببة في انتشار هذا المرض الخطير. دعا حزب الاتحاد الوطني الحر الحكومة الحالية إلى الاستقالة قبل انطلاق الحوار الوطني وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مطالبا أحزاب المعارضة بانتظار الانتخابات القادمة لأخذ تفويض من الشعب. وأعلن الحزب أن مؤتمره الوطني التأسيسي سينعقد من 31 من أكتوبر إلى 3 من نوفمبر القادمين. كما أوضح الأمين العام المساعد للحزب ماهر بن ضياء أن الدور الوسطي الذي لعبه حزب الاتحاد الوطني الحر للجمع بين قائدي حزب النهضة وحزب نداء تونس جاء لتجنب الأزمة في البلاد. من هذا المنطلق دورنا الوسطي لعب رئيس الحزب والمكتب التنفيذي ورعاه للدفع لضرورة أنه نتقاربوا ونوفقوا بين الطيارات الاثنين باش نجنبوا بلادنا أزمة قد تؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها. إذن فهذا موقف الحزب، هو الحزب الوسطي المعتدل يلعب دور الوفاق واللي يعترف أن المشهد السياسي لا يمكن أن يحكم إلا بهذه الطريقة. اليوم احنا الحزب يعقد ندوة تاع رؤساء المكاتب الجهوية، والندوة هذه تندرج في إطار معناتها الأشغال التحضيرية المؤتمر الوطني للحزب اللي أعلن عليه إن شاء الله موفى الشهر يبدأ ينطلق يوم 31 وواحد اثنين ثلاثة من الشهر المقبل. الحقيقة احنا نحسوا اللي هي هذه مرحلة مهمة جدا في حياة الحزب، اللي هي الخطوة هذه باش تبدأ تكرس دمق رطت العمل داخل أطر الحزب. ذكر تلفزيون السوري الرسمي أن وحدة من الجيش السوري النظامي تطوق منطقة في حي جوبر عند أطراف العاصمة السورية دمشق التي يعتقد أن إرهابيين استخدموا سلاحا كيميائيا انطلاقا منها، مشيرا إلى حصول العديد من حالات الاختناق في صفوف الجنود. هذا وقد أعلنت إيران أن هناك أدلة على استخدام مسلحي المعارضة السورية أسلحة كيميائية. في المقابل طلب رئيس الائتلاف السوري أحمد الجوربة بحظر جوي لحماية المدنيين السوريين، وقال في مؤتمر صحفي في إسطنبول إن العالم ما زال صامتا فيما يضرب نظام الأسد السوريين بالأسلحة الكيميائية. من جهته أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل أن وزارة الدفاع تقوم بعملية تحريك للقوات كي تكون جاهزة في حال قرر الرئيس باراك أوباما تنفيذ عمل عسكري ضد سوريا. ويأتي تصريح هيجل بعيد إعلان مسؤول عسكري أمريكي لوكالة فرانس بريس أن البحرية الأمريكية نشرت في البحر المتوسط مدمرة رابعة مجهزة بصواريخ كروز. شيع لبنان الجمعة ضحايا التفجيرين الدمويين اللذين استهدفا مسجدين للسنة في طرابلس كبرى مدن شمال لبنان، وذلك في يوم حداد وطني أعلنه رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي عبر إصدار مذكرة إدارية تقضي بإعلان الحداد العام طوال يوم السبت على أرواح الشهداء الذين سقطوا، في حين تواصل السلطات الأمنية تحقيقاتها في الاعتداءين اللذين يعادان الأكثر دموية منذ نهاية الحرب الأهلية.
كما نددت أطراف لبنانية وقوى عربية ودولية عديدة بتفجيري مدينة طرابلس اللبنانية اللذين أسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة المئات. أدى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس السبت زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لتشجيع محادثات السلام التي استؤنفت في الآونة الأخيرة بين الطرفين. والتقى فابوس الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله في رام الله السبت. وفي إسرائيل سيلتقي الأحد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة العدل تسيبني ليفني التي تتولى ملف المفاوضات. وقال النائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة إن الزيارة ستشكل فرصة للوزير لتشجيع المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين على مواصلة المفاوضات المباشرة في سبيل السلام. ألقت الشرطة الهندية القبض على رجلين يشتبه بتورطهما بحادث الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له مصورة صحفية في مومباي الجمعة. ويطارد عناصر من فرقة النخبة في الشرطة الهندية ثلاثة من المشتبه بهم، أرشد عنهم المتهم الأول الذي اعتقل الجمعة. كما توعدت الشرطة الهندية بعدالة سريعة عقب الجريمة التي أثارت مجددا الغضب الشعبي بشأن جرائم العنف الجنسي في الهند. ويذكر أن الشابة الهندية اغتصبت من قبل 5 أشخاص في مصنع نسيج مهجور بعدما قاموا بضرب زميلها الذي كان معها وتوثيقه. وكانت الشرطة الهندية أصدرت الجمعة رسوما يدوية للرجال الخمسة. في عالم الاقتصاد والمال تلقي الأزمة المالية بظلالها على الصناعة المصرفية في أكثر من منطقة في العالم، فقد شهد العام الماضي إغلاق آلاف الفروع التابعة لمصارف أوروبية إضافة إلى نحو 50 فرعا لمصارف أمريكية. هذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام نشرتنا، نلقاكم في مواعيد إخبارية لاحقة.